كثير تجري فيه الاشتباك ده. لو كملت عدد ضبطهم جاري منك لانه عارف انت بتهجم بينه وكاره. سيدنا ليكم قل الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها خالق الناس بخلق حسن. ونحن بنعول انه والله رغم الظروف اللي بتمر بها البلاد دي الخلاص بتاعت القوات المسلحه مهما كبرت الجفوه بينك وبين المدنيين هم والله واظغين فيك انت كعسكري انك انت حامل حمى. عارفين الكلام ده. ونحن بنقول انه العسكري ده هو اللي بيحمل بلدي. مهما ضاغط الظروف ومهما كبرت الفجوه ومهما احتموا باي حمى في النهايه انت الحامل الاول والاخير. احنا نتمنى انه الناس تكون قدر المسؤوليه ونحن والله راضين تمام الرضا عن كل القيادات اللي عملنا تحتها وعن كل المروسين اللي اشتغلوا تحتنا. نقول لكم والله يا اخي كثر خيركم وبارك الله فيكم. ونحن عارفين للناس اذا كان بدرت مننا اي حاجه في الفتره اللي فاتت دي زي ما بيقولوا طبيعه عمل وليس طبيعه نفس. انما الغرض الاول والاخير تسير مسيره العمل اعاده الضبط والربط. اتمنى انه الرساله دي الناس تنقلها وتكون متواتره. القوات المسلحه ناس بتمشي وناس بتجي. ونحن بنمشي وبيجوا ناس احسن مننا. ونحن اصلا ما احسن من الناس اللي سبقونا. اتمنى انه كل دول يكون قدر مسؤوليته. ربوا 10 على الجيش، ربوا 10 على بلدكم. الله الموفق. القوات المسلحه زي ما نحن تعرفنا فيها بالرجال ديل بتلف الايام وتاني بنلاقيكم. طالما في العمر بغيه الحي بلاقي. ما معروف. اي يوم من الايام نحن زي ما جينا كتب دي زمان ما عارفينها في الخريطه دي ذاتها وين. لكن الجيش ده بيجيبك محلات تعرف فيه ناس جداد وده الكسب الحقيقي في القوات المسلحه. انك انت عرفت ناس يقدر المسؤوليه ويقدروا المسؤوليه والاحترام بين الناس اخواننا مطلوب واجب. احترامك في شخصك بينك وبين اي شخص عسكري مدني كبير صغير بينك وبينه الاحترام في المقام الاول ثم العسكريه في المقام الثاني. العفو والعافيه. انا والله مطلوب منكم الدعاء بظهر الغيب الى ان نلتقي. السلام عليكم ورحمه الله.